بسم الله وعلى بركة الله نجدد التحية مشاهدينا الكرام. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والمحبة تبدأ. الشوط الخاص للبكار في هذا الشوط، شوط القعدان انتهى منذ لحظات، فاز كفو حق مبارك بن عوض بالكيلة. أما شوط الأبكار الثالث تعلن انطلاقته، ثانية شواط الأبكار الثالث في الأعداد العام. شعارات تحضر في هذا الشوط، متمنين التوفيق للجميع بإذن الله تعالى. مشاهدين الكرام، ونسير وياكم إلى المقدمة الشاهينية للشيخ حمدان بن محمد بن ركاض العامري، لكن دخول عليها من شعار منصور بن حمد بن عيف العامري، من يتسلل إلى المقدمة على ظهر بغداد تسيطر إلى مقدمة الشوط. وصلت مشاهدي الكرام غازية حق سهيل بن سعيد بالكيل العامري، تأخذ المركز الثالث. المركز الرابع الشاهينية قوير الله بن علي الأحبابي بدلت على المركز الثالث. المركز الرابع للشيخ حمدان بن محمد بن ركاب. الوصول في هذه اللحظات من حامرة رقم 66 لمتعب بن حمد بن متعب العامري، واسمها شقرة 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 شقرة، تأخذ المركز الرابع في هذه اللحظات. لكن نعود إلى المقدمة، إلى الصدارة. بغداد منصور بن حمد بن عيف العامري على الصدارة على المقدمة. المركز الثاني مشاهدي الكرام حق قوير الله بن علي الأحبابي. يا سلام يا سلام يا سلام، اشتعلت الأمور، صدرت الأوامر، ولا زال قوير الله بن علي الأحبابي يسيطر للمرة الثانية على التوالي بالشاهينية. أما هناك بغداد لها كلام آخر، أما ممثل الساد له حضور آخر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، منصور بن حمد بن عيف، بغداد ممثل الساد يفرق الصفوف، متعب بن حمد بن متعب العامري في اللحظات الأخيرة، لكن بغداد صامدة. يا سلام يا متعب في اللحظات الأخيرة، متعب بن حمد بن متعب العامري يقلب الميازين لصالحه وينتزع المركز الأول. تهانينا يا ممثل الساد. المركز الثاني لمنصور بن حمد بن عيف، الثالث قوير الله بن علي الأحبابي، والتوقيت 2:20. تهانينا لمتعب بن حمد بن متعب العامري.